فصل 25 شي كل كل الكتاب ده بترافع ضد الوزارات ضد المؤسسات العمومية، ولا إذا الدولة قائمة هي قائمة بالحق الشخصي وهي اللي قائمة بالتشكي، وحتى إذا ما قامتش بالتشكي تقوم بالقيام بالحق الشخصي، تار مصلحتها ضرت تعمل قيام بالحق الشخصي عن طريق المكلف العام بنزاع الدولة. كل قضية فيها مكلف عام بنزاع الدولة أو الدولة هي طرف فيها مباشر، أنا ليس لي الحق في النيابة. ملف قضية حل وملف عادي، ما فيش الدولة ليس طرفا. إذا ثم صار ضغط، صار ضغط خلينا نشوفوه. إذا ثم هما كيفاش جاتهم معلومة، جاهم قاضي التحقيق قال لهم ثم ضغط، هذا راهي ادعاءات وهذا راهم ولاو دخلوا خرجوا هما واتش خرجوا من جمعية ولاو تيار داخل التيار الديمقراطي ولا حزب سياسي، لأنه كي نشوفوا بلاغاتهم واتش شوفوا البلاغات تاعها ولا هو كأنهم حزب سياسي، هما يأمروا في القضاء، هما يأمروا محامي ما ينوبش ويعرفوا القانون ما يعرفوش قانون، هما أكثر ناس جاهلة بالقانون. ولا الجمعية أي واتش المفروض فيها كصحافة استقصائية تحترم روح، كي تبدأ ماهيش داخل في نزاعات سياسية راهي تعمل ملفات وتقدمهم للقضاء، ما تحكمش هي ولات هي الحكم، هي تحكم، هي تخرج الفاسد وتخرج النظيف وتخرج الضغط وتخرج من الضغط. لا راهو واجبها ولا نحن علاش نقول انا ما عندناش قضاء؟ كان جاء عندنا قضاء يحيلهم ويوقفهم، لانه ما عندهاش حق تنشر. كل مره نشوفوها باش ننشر ننشر البارتي الاولى باش ننشر البارتي الثاني، على شيء باش تنشر؟ اذا عندك ملف على وزير ولا عندك ملف على شخص انت مهمتك تقدمه للقضاء، وبارك الله فيك ونعتبروك جمعيه صالحه ومواطن صالح وعندك الوسائل اللي قمت بها بارك الله فيك. عندك مضره وحق الجمعيات عطاك قيام بالحق الشخصي، قيام بالحق الشخصي ما يسمحش من اهم الشروط اللي فيه بالفصل 40 ما يسمحش نشر المعلومات على الملفات اللي تقوم بها من الجمعيات. هما ولا ينشروا هذا الوزير نحي وهذا فاسد راهو عيب، هاي باهي هذاك قدام داره قدام عائلته، من بعد كي يطلع بريء شنو اللي يصير؟ شو يصير؟ وانت تقحم في اختي وتقحم في واحده ونعطيك انا مرت الرئيس قاضي، ما انا قاعد يدخل في القضاء ونقول انا اللي هو راه يقف نبيل ومرته هي اللي دخلت اللي يجي عيب راه هكا مش معقول. وهو شقيق ومحامي وهو يمارس مهنة المحاماه وغيرهم الوزراء اللي تشدوا، وهو الغازي الجريبي يشدوا اخواته كل محامين واخته ثريا شدت وزيرة عدل اخواتها محامين ويخدموا. انت اي واتش قدمت شكايه بوصفك واشي وشايه، هما في الشكايه تاعهم كتبوا وشايه قدمتها بارك الله فيك، تم صحافه استقصائيه زاده ما تكونش موجهه، هي انت عندك برشا فساد اللي يدعموا فيك. ما ثماش ما يمنعني قانونا باش ندافع على نبيل في حتى فصل، حتى اخلاقيا كان جاء ثم حاجه كنت نجم ما ندافعش، لكن لا اخلاقيا ولا سياسيا ثم حاجه تمنعني من الدفاع. نحن الضغط منين نستمدوه؟ من وقائع وحقائق. كيعطينا الوقائع والحقائق خلينا المواطن هو مش يقول والناس المشاهدين والاعلام مش يقول ثم ضغط ولا. هو وقت اللي جاء عيط النبيل باش يعرض عليه تقرير اختبار، نبيل خرج من الدار وراه ثلاثه كراه بيتبعوا فيه، في ليلتها لقى داره مسركله بالامن، قال له مش فما؟ قال له راه سمعنا اللي ثم محاوله اغتيال، جاتها معلومات ثم حاجه ارهابيه بتصير ثم صدقها. اما الصباح وقت اللي خرج تبعوا ثلاثه كراه هزوا القطب، وفي القطب ثم تعزيزات امنيه كبير، وفي عرض الاختبار معناه في درجين سمعوا باش يعرض عليه اختبار، معناه لسان دفاع ما لقاش الوقت باش يجاوب وباش يرجع. المفروض ما ثماش حاجه اللي تلزم قاضي التحقيق ولا تجبرش يوقفوا في الوقت، وما هربش معناه كان جاب في حال فرار نقول وجاب سقيه جابش يسمع، عمليه ايقافه كانت مفاجاه. الملابسات اللي صارت كي جينا نشوف في الاختبار لقينا تغيير الحقيقه، لقينا التوقيت في الايقاف، ولقينا تعيين القاضي في لجنه تحليل الملايه، معناها برشا ملابسات، لقينا تزامنت مع التحوير الحكومي، تزامنت مع الحوار الوطني، معناها هذه كلها تخلي ملابسات تاكد لي ثم حاجه ماهيش واضحه في ملف قضيه الحال، واللي تخلينا نقولوا الملف سياسي بامتياز. هو طرف سياسي وتوا ولاو زوز اطراف ولاو كانهم طرف واحد.
هو من الاول الشاهد كان وراي قافله بيه في الحمله الانتخابيه، ما كانش يتصور اللي مش يطلع له قيس سعيد، كان يتصور النبيل هو اللي موجود المنافس المباشر، عندهم خلافات وهو ما بالثابت اللي وراء ملف نبيل. من بعد كي تسيب نبيل تو الشاهد والتيار ولاو شيء واحد، اللي التيار كان نار كامل هو يهاجم في الشاهد بالفساد وعبو كانت يمس نواب ما ثماش ما خلاتش فرصة إلا واتهمت الشاهد بالفساد. تو ولاو متفاهمين وفي الحكومة تفقفاق مو في بالك صار ولاو تو أصدقاء معاش فساد، لأنه هما عندهم الفساد مربوط بالمصلحة. تو رجال الأعمال كل تحت مسيوم القطب المالي ذا ما خلى حتى واحد ما عيطلوش، وما همش فاهمين تبييض الأموال والجرائم ديوانية يردوا فيها فساد مالي. رجال الأعمال كل ما عادش حتى واحد منهم بعيد على الشبهات، أي واحد يعمل بيه شكاية ترسيل ويبحث. الاستثمار كيف يمشي يجينا نحن البلاد راهو الفساد مقنن في عندهم هما في مخاخهم، اما في الواقع ما ثماش فساد. راهو مش المنديوز، راهو القضاء راهو ولا مضغوط عليه، وعندك جمعيه القضاة النار كامل وهي فساد فساد، راهم يوجهوا في الراي العام ضد مصلحه البلاد هذه. يوسف الشاد مازال يحكم هو. يوسف الشاد عنده 260 ما بين ولاته ومعتمدين. عنده الناس اللي حطهم في المفاصل الدوله الكل كلهم مازالوا موجودين هما الفاعلين. ماذا تغير بعد 2019 اللي يتغير في الدولة؟ حكومة جديدة ما زالت، من الحكومة الأولى مشيت والحكومة الثانية ما زالت تاك قعد هو 4 أشهر اللي عملنا الحكومة، من بعد جات حكومة ما في بالكم الطريقة اللي خرجت بها وتضرب فساد، وهو جابها الفقفاق جابه الشاهد هذا ما ننسوش الوحيد اللي حط الفقفاق في الحكومة اللي فاتت في المشاورات مع رئيس الجمهورية ولا الشاهد، من بعد مشى قعدوا ناقمين التيار لأنهم حصوا رواحهم خارجين، خرجوا تحالفوا مع الشاهد وهذا اللي وصلنا له تو. وانا مش سهل اللي عملوا الشاهد راهو في 3 سنوات ما عملوا حتى رئيس حكومه منذ الاستقلال. وهذا ثابت ويعرفوا الداني والقاسم. تحكم من مواصل الدوله بالامن وبالقضاء. وقاعد لتو يستعمل فيهم، جاء التيار كمل نقمة في خروج الفقفاق وهو خروجه من الحكم ومن السلطه، لانه التيار ديمقراطي وقت تحط الفقفاق هو الحاكم الفعلي كان في البلاد. هذا ما اضطرهم الى الدعوه للدخول الجيش والفوضى، وواحد معناها ما شفتوا كيف هبل محمد عبو ولا ما عاد شكل انسان ديمقراطي والحقوقي، واحد ولا يدعو للفوضى بالشان. هذه من خسارته في السيطرة على الدولة وعلى الحكم، لأنه بالآخر تضحي هو يحبوا الحكم مش يحبوا الديمقراطية ويحبوا البلاد ويحبوا الخير، يحبوا كي خرجوا من الحكم معناها هبلوا ولاو يحكيوا في كل شيء إلا في الديمقراطية وفي حقوق الإنسان وفي واحد. ناس تدعو للفوضى في البلاد. هو الساعة هذه المغالطة اللي 143 مليار تسالهم الدولة، هما ال 143 ساعة فيهم غلطة، وكي خرجت خرجت غلطة، وانت قبيلة تقول لي كيفاش وكل لك انا راهو قيادات التيار هما اللي خرجوا قالوا النبيل باش يوقف وغدا يوم الحسم، وهذا ثابت وثما دي كابتور ديكرون عليهم قياداتهم راهو مش 73 هم ولا 71 ونص حسبوهم في الدوم، وال 71 ونص مليار هذوما هما اللي دخلوا النبيل القروي مبرا انفستيسمون، وهما قالوا لا دخلوا ما عندهمش خلفية اقتصادية. ثبتنا نحن بما لا يدعو للشك اللي يدوكم دخلوا راهم تصرفوا على الخدامة وتصرفوا في المشاريع، هما خذاوا اللي دخلوا وقالوا راهم ما عندهمش خلفية اقتصادية. راهو هذا مستثمر جاب فلوس من برا ما خرج حتى فرنك من برا، واللي دخلهم الكل مشاو مبررين في خلاص خدامة في مسلسلات في بيبليسيتي كله مبرر كله مبرر، ما هز حتى فرنك من الدولة وما عنده حتى قرض غير خالص ومقلب حتى بنك وما عنده حتى متضرر في قضية الحال ما ثم حتى واحد شاكي به. هذه المغالطة اللي حبوا يعملوها يا أخي، ولا التهمة كي واحد يجيب مستثمر يجيب فلوس من برا، هل أني تهمة؟ تي بالعكس واحد والتهمة باش يجي يقول أنا باش جبت شريك، أنا عندي شركة تسوى مليون باش ندخل شريك كبرت فيها ضخمت فيها كل تسوى مليار، تحب تدخل معايا انا شركه عندي بالنسبه لي انا تسوى مليار، تحب تدخل معايا انت شريك ب 50% ب 500 مليون ولا ما تحبش؟ ما تضغطش على واحد
اثرش كماش واحد شاكي بيه قال تحيل علي. هو معناه حتى تضخيم في قيمه الشركه باش المستثمر كي يجيبه يدخل فلوس للبلاد، وهذا ثابت اللي هو الفلوس كل دخلها، وثابت ايضا اللي ما هز حتى فرنك من الدوله وما استغل حتى بنكه من بنوك الدوله ولا غير الدوله باش تحيل عليهم في قروضات وهميه كما عملت برشا ناس. جمعيه القضاه هي كانت السبب الرئيسي في موت زميل ومش زميل القاضي الفاضل العبروكي، هي سبب المباشر، هي اللي قتلته. وانا قلت باكثر من مره الجمعيه اللي ولات حزب سياسي جمعيه القضاه هي اللي قتلت العبروكي، ومن بعد مشات في دفينته. لانه في 30 مايو وقت خرجوا له الراجل المسكين جاء ملف سامي الباري القى اللي ما تماش حتى موجب للايداع. راهي ملفات ماهيش سهله الماليه نتاع الايداع، راهو الملف المالي المفروض يبقى فيه بالعالم الكل، يبقى بحاله صراح المتهم من بعد حتى اللي نصير اختبارات والمحكمه الابتدائيه ولسه ناف من بعد تثبت عليه لدانا يمشي يقضي اذا تم عقوبه سجنيه لانه شاك الجرائم الماليه دي. فهما عملوا بيان في 30 مايو كي خلاه بحاله صراح وضغطوا عليه. من 30 مايو هو ياكل في الدواء ومرض دم وسكر وكل وقعد، ولا ياكل في دواء الاعصاب، وعائلته تفضح مسكين في عائلته كانه ولا كيسيب ولا ما خد رشوه ولا واحد، ودخل في هستيريا وضعف وضعفت المناعه نتاعو كي جاته كورونا مات. وهذا ثابت عند القضاه، هذا ثابت. وهذا اللي ما يحبوش حكاوي العباد، شفتوا من النقاط هذوما ما يحبوش الجمعيه ولات كانها هي اقوى حاجه في تونس. الناس الكل خايفه منهم، ماناش خايفين منهم نحن، لا عندنا فساد ولا نخافوا منهم، لانهم هما ولا حزب سياسي. بيانات يخرجوا على نبيل ثلاثه بيانات في فقرة، انت اش مدخلك القضاء؟ ما تقول القضاء مستقل وما نضغطوش عليه، كيفاش تخرج بيان وتفرض على القاضي؟ معناها كانت سايب ورد بالك، لانهم هما متحكمين في المجلس الاعلى اللي يحكيو، وهما اللي خرجوا في الدعايات اللي اختي قاضيه واختي كذا، لانهم خايفين من الفضايح، مش خايفين من الضغط، خايفين من الفضايح اللي يعملوا فيها، لانهم يحبوا يوليوا دوله القضاه في تونس كما صار في ايطاليا وصارت في برشا وما نجحوش، باش يوليوا دوله القضاه تولي الناس كل الاعلام والسياسيين والشعب والكل تحت رقبتهم. لا مش منتخبين هما، هما صحيح سلطة مش منتخبين، وما عندهمش الاهليه باش يكونوا دوله وباش يكونوا قضاه وزهاء. لا ما ثماش، شنو اللي يتغير ومبنى عليه؟ شنو هي الشروط اللي قاعدين يقبلوا بها في القضاه؟ ما اربع سنين يعدي كيما اللي باش يعمل دروا يدخل اعلامي ولا يدخل محامي ولا يدخل كوميسار ولا يدخل موظف في اداره، يدخل قاضي. باك القاضي ياخذ جبه السلطه وما يعرفش كيفاش يعمل بها، لانه ما عندوش الأهلية والكفاءة اللي باش ينجم يكون قاضي عادل. قضاة قاعدة تصرف القضاء كيما تحب هي، قضاة تخرج في بيانات، ثماش واحد تكلم قال شبيها الجمعية تخرج في بيانات تضغط على القضاة والفساد، شكونك أنت باش تحكي على الفساد؟ شكونك أنت كجمعية؟ جمعية برا احكي على منظورية، تحكي من ملفات كل ملف كبير تتدخل فيه روح كل ملف، ويولي القاضي كان وقفه مشكلة مع ضميره وكان موقفوش يولي فاسد وبيه وعليه ويفضحوه بعد عائلته ويعملوا له رسلموه وينقلوه ويعملوا فيه اللي ما يتعملش. هذا هي الظلم، هذا الضغط على القضاء. شنو تخدم في جهه سياسيه معينه؟ اللي هي شنو اللي هي؟ تخدم في التيار الديمقراطي. واضح يا اخي، شنو يا اخي نبعد ولا تو تخدم مصالح الرئيس؟ شنو واضحه شنو؟ واي واحد يجي ضدهم، يجي ضدهم ولا يعطي راي مخالف يسووه. رئيس جمهورية ثم فصول في الدستور، فصل فيه يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام مسنوع، وفصل يؤدي أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس. لو قلبنا نحن اللي صاير توا وجاء رئيس جمهورية ينتخبوا الشعب، أي واحد هو ولا غدوة نعملوا انتخابات، بابا بتصير حاجة للرئيس، بابا يستقيل، بابا ونعملوا انتخابات ويجي رئيس جمهورية ينتخبوا الشعب التونسي. مهما كان انتخبوا التيار، انتخبوا انتخبتوا النهضة، انتخبوا الدستوريين، انتخبوا اليسار، انتخبوا الشعب التونسي اللي يمثلوا الشعب التونسي الأغلبية تفاهموا عليه الكل حطوه، ويجي باش يأدي اليمين أمام رئيس مسنوة ويقول له مسنوة بلا يبتا شوية ما تديش يمين بعدين. هذا منطق نتاع انسان عاقل؟ هل انه انسان عاقل هذا؟ انا وليت نشك حتى في مداركه،
هما يحكيوا على ملف وطبي اللي تنحى واللي قايضوا فيه بيه واللي نحى شاد واللي نحى كذا راهو كلام يدور. انا وليت نشك لانه راهو الوضوح راهو الشعب التونسي اذكى شعب في العالم ذكي. ما عندك حاجه، اول حاجه انت ما تنصبش روحك قاضي، انت ماكش قاضي، انت رئيس جمهوري. نحن وقت اللي جينا قالوا فساد عند فقفاخ وانا كنت في اللجنه، عملنا لجنه تحقيق ثبتنا، ومن بعد مؤسسه الدوله الكل، مؤسسه الدوله تاع المراقبه ثبتت تضارب مصالح. راهو هكا تدار الامور. مش انا نقول لك نحن التوا كشعب تونسي ما نعرفوش فساد، ما نعرفوش شكون الوزراء اللي منتمين بالفساد. قلنا له ابعث لنا شكون الوزراء اللي منتمين بالفساد، ابعث لنا خلينا نفهموا على الاقل. بالكش مغيروا راينا نحن. وهل التهمه هذيا نتاع الفساد ثابته عند القضاء؟ ثم شكايات جزائيه اخي توا نحن فجاه اي واتش تبارك الله عليهم اللي تبعوا في الفساد فاقوا بالوزراء ذوما كان توا، شبيكم ما خدمتوش عليهم قبل؟ نحن توا كلنا ولينا قضاة، تونس كل ولد قضاة، هذا فاس، يا ودي راهو الفساد يثبت بحكم قضاء ولا بهيئات دستوريه نتاع مراقبه. دقق هو دقق واكد بكونه ما لقى عليهم شيء، وقال له كان عندك حاجه انت مدنا بها السيد الرئيس. تماش اكثر من هكا. اعطينا شكون الاسماء، راهو الناس تحكي على مصباح والناس تحكي على على فنيره والناس تحكي، كل واحد يحكي على واحد، ما فيناش فاهمين نحن. تعرف شو توا انت تشوف في رئيس جمهوريه يقول لك غرف، نحن توا في غرفه مظلمه راهو عند رئيس جمهوريه نحكي هو اي وهو في باله، ونحن اختر على الدوله توا نحن نحكيه، نحن اختر على الدوله اللي يا ودي صارع الشعب التونسي اعطيه الحقيقه ديريكت مباشره يا ودي صارعه. راهو الباجي انا وليت نرحم عليه 100 مره في معناه وصل وهينا الباجي من طرف الفخ الشاه وما عملش حتى رياكسيون اللي تضر بالدوله تمس بالدوله، كان رجل دوله بامتياز. راهو شوف عندك رئيس مش باش يقف، انا راهو يلزم يفهم اللي لازم يقف، وراهو قاعد ياسل ديكتاتوريه، ونحن ما عادش توا ندافعوا على الحكومه ولا على المشيشي. وذا راهو بالاجماع في مكتب تنفيذي حركه النهضه، مش ما اراهو 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 السيد هذا تعطيه متر ويمشي لك 1000 متر، راهو ليس له حدود، وراهو رئيس الجمهوريه الوحيد اللي قال لوي مام من اللي بدا من 2011 و 2012 نفس الخطاب وقاعد ماشي فيه، يحب يردها لجان شعبيه، يحب يردها الكتاب الاخضر تاع ليبيا، كله لا تونس راهي اقوى منك بياسر. هو ما يمن لا بدستور، ما يمن لا بدستور، لا بمؤسسات، ما يمن بشيء. هاك خرجوا له اليوم واحد كتب عجبني في غياب رئيس جمهورية في التظاهرات العالمية كل الافريقية والاوروبية وبرلين وتونس والناس كل غاب، وينو انت؟ انت صلاحياتك تعطيك باش تعمل العمل الدبلوماسي والعمل الخارجي، عملتش حاجة، جبت الناس حاجة من برا، عملتش علاقات، ما عملش شيء. ها والاخر قال واو جواب مسموم، واو هو بعث له كان نهنيك بسكية سيدي يوسف. يا ولدي انت راه عمل دبلوماسي، جيب لنا مشاريع وجيب لنا كذا وحسن وضع. يا ولدي راه والعالم باش ينحيك انت وبايدك كيما حتى نحى ترامب باش ينحيك، راك ماكش تقعد كم تكمل هكا. راه والعالم اتفق كونه هذوما الناس هذوما راهم ما يصلحوش للدوله لتسيير الدوله. راك كان تبع ترامب، ترامب اليوم يحكموا يحاكموا فيه. نحن ما عندناش اليات تما تجيك، راه التاريخ ما يسمحش وما يرحمش التاريخ. راه اللي يصير قلت له انا بعثت له نداء قلت له انت راه لازمك تكون بوت توانسة كل. راهو صحيح انا راني عضو من النهضة وترشحت على النهضة، اما اليوم راني انا نائب الشعب التونسي كل. انا ما منجيش اللي كنت يقول لك بالله بلاغتك شنيا، انا ما نقضيلكش القضية هذيا ولا ما نعاونكش ولا ما ندافعش عليك. يا اخي انت كي تمشي للشارع تعرف اللي يجيك يقصدك ولا يجيك كذا، تعرفوا من حزب ركبوا الناس كل. راهو الانتخابات توفى نهار يوم الانتخابات، يوفى يوم الانتخابات توفى الانتماءات نتاعك، تولي انت تمثل الشعب التونسي، تمثل الناس كل. هو التو عنده نكمه من نبيل خاطر الناس في الانتخابات. التو هو يقصي في اطراف، راهو شو؟ راهو اللي يبون الناس كل شو يقول اختي الناس؟ يقول الا من اقصى نفسه. هكا ولا؟ انت تعيط، انت كي تعمل عرس ولا تعمل فرح ولا كذا في فرح. تعيط للناس كل، اللي ما يحبش يجي ما يحبش يجي. ما تقولش هذا ما نعيطلوش وهذا نعيطلو وهذا كذا تعمل طبع. انت راك نجحت وليد رئيس جمهوريه، عيط للناس الكل.
اللي ما يحبش ولا ما حبش يدخل في الوحده ولا ما حبش يدخل في البلاد تسحق وحده تسحق حب وتسحق كذا يزي الشعب عياه والشعب بد يزي وراه انت تخسر باش يدور على مجلس النواب ولا السياسيين انت بيدك راه باش يدور عليك شعب لا تتصور ما عندك شيء وحاولت بالشارع ما جبتش 200 واحد يا اخي جايب كار من المناله يعيطوا في شارع حبيب برقيبه حل البرلمان واحد وكذا وكل ما مازال واللي ما نصوروهوش يقول لهم عن قريب كل ما تنجمش ما عندك حتى الي دستوري والشارع ما عندكش 70% نتاعنا نحن ونتاع الائتلاف ونتاع الناس كل غلط راه هو راه غلط راه جابهم في اطار معين الناس كل اللي صوتوا المجلس النواب زاد اكثر من 70% كي تحب تحسب راه اللي صوتوا للنهضه 900,000 عطاوا بالاحصائيات 75% واللي عطاوا الائتلاف واللي عطاوا تصور انت نتاع النهضه بركه 900,000 نبيل جاب مليون نزيدهم 900,000 قد يجيو مليون و900 نحيو 900 من 2 ملايين و700 قد يجيو مليون و800 ها نبيل يطلع رئيس